دلوقتي وانا بدور على الحكمة اللي ربنا اديها لي في الإعاقة بتاعتي، فقلت مثلا تفوقي في دراستي لحد ما وصلت للجامعة، بس قلت برضو مش دي النهاية، وصممت افضل ادور على الحكمة دي لحد ما لقيت الرياضة. ايوه الرياضة، ما تستغربش مني، موهبتي هي العاب قوة. شاركت في الدورة العربية وجبت الميدالية البرونزية. أكيد هتقول بنت ورقيقة وجميلة بتلعب ألعاب قوة؟ آه طبعا، لو أنت عندك إرادة للهدف اللي أنت عايزه أكيد هتوصل. هتوصل على سعر كشفي 10 جنيه. لو كشف منزلي الفقير جدا 20، لو يعني معقول متوسط 30، لو في مكان بعيد قوي مثلا في امبابة مثلا يبقى 50. دايما اقف واساعد واقف مع الفقير. المهنة مش تجارة، المهنة رسالة، رسالة سامية. فعلا انا بيجي لي من اعيان بشتري الناس كتير، بيقولوا احنا جايين حابينك، مش جايين جايين عشان نشوفك، مش جايين عشان نكشف. انا خليك كل حاجه تتكلم زي الخيوط والمسامير. ممكن يكون فني غريب، ممكن تقول لي تقليدي، بس الكلام ده مش عندي. بدأت الفكرة ان انا كنت شفت لوحة عند واحد قريبي، فالفكرة عجبتني ان حاجة جديدة يعني. بين المسامير زي الاوتار، استني حركة مني علشان تطلع في لحن صورة. انا اصلا عايز اوصل للقصة ان انا اشارك في معارض، عايز ابرز حاجة في دماغي وانفذها على الواقع يعني. مصر عزيز، خلونا تاني نحس ان احنا مش عواجيز. خدعونا لما قالوا لنا يا اساتذتنا، شفنا الاساتذه في ثواني بيصبحوا تلاميذ. انا محسن رضا عبد الناصر، خال محمد اكرم جمعه، الفنان التشكيلي المعجزة اللي هو بيعمل كل حاجة بمناخيره، بيستخدم الكمبيوتر في لوحاته الفنية الجميلة، وبيكتب كمان على الووردز بعض القصص القصيرة. وكان حريص على انه هو يبقى معاه عنده مصحف يقرأ فيه، ففكرت والدته ان هي تقسم صفحات المصحف تحطها في شميز كده اللي هو بلاستيك، وتحطها في فايل، وهو يقلب الصفحات بمناخيره حتى استقر حفظ القرآن في ذاكرته. أنا ساكنة في مكان ممكن أغلبكم ما أعرفوش، مكان بسيط، الناس اللي عايشة فيه هم اللي بيحكوا عن حياتي. أنا عارفة إن أنت مش فاهمين حاجة، أنا اللي أقدر في حياتهم وأتفاصيلهم، يفكروا إزاي، يحبوا إيه، ياكلوا إيه. أنا مش زعلانة، الحمد لله أحسن من غيري. أنا اسمي فاطمة غنطاو محمد، عنده 4 عيال من زاد الخاص، محمود عنده 23 ومحمد 20 سنة ويوسف 15 ومعوقين. أوقات كتير بيصعب على أولادي، نفسهم في حاجة ما أعرفش أجيبها، مش عارفة أصدق أقول أحسن من حد. الحمد لله مستورة والحمد لله. كل يوم اصحى من النوم عشان اقابل حبيبتي،
ساعات بيبقى صوتها عالي، كهربتها بايظه، بس امان بعرف مالها وبظبط حالها. اهم حاجه من عربيتي تطلع من تحت ايد المظبطه. اشتغلت قوي مع استوى كتير قوي، ساعات ببقى فاهم اكتر من ناس كتير قوي. ما بحبش اتكلم عشان عافس على اكل عيش. نفسي اشوف البلد كويسه ومحدش محتاج حاجه. لو كنت كملت تعليمي كنت ابقى مهندس كبير في العربيات. نفسي ابقى صنايعي، نفسي البيت ابقى مفيش اي حاجه. ياسر الأدعم، شركة الأدعم للاستثمار والتنمية. أهداف المشروع هي عبارة عن 1 تجميل وتطوير المنظر العام على كورنيش اسكندرية، 2 عدم احتكاك الباعة الجائلين مع شرطة المرافق، إحكام سيطرة المحافظة والأحياء على الباعة الجائلين والشباب. أتمنى إن كل المحافظات، وأتمنى إن كل الشباب، كل شباب مش شباب اسكندرية بس، كل شباب مصر يشتغل ويبقى مبسوط. أنا اسمي محمود ربيع حسين، سني 36 سنة، شغال في المهنة دي وأنا عندي 15 سنة. قعدت فيها 5 سنين وحصلت لي حادثة فقدت فيها البصر، وقعدت 3 سنين في البيت. حلمت إن أنا أنزل المهنة دي تاني وأكمل فيها، وفعلا نزلت لصاحب الورشة واشتغلت معاه، عرضت عليه إن أنا أشتغل معاه، بس هو عرض في الأول شوية، وبعد كده أما قعدت معاه وجرب وإداني دفعة وإن أنا أقعد أشتغل، بالفعل قعدت معاه واشتغلت. أتمنى إن أنا أكون مثلا عندي مكان أسكن فيه، شقة أقعد فيها، أكون واتجوز واقعد كده، اكون اعيش عيشه ادميه. كازامياس، مواطن مصري يوناني، ماما مصرية بابا يوناني، حصلت على الجنسية الجميلة المصرية في 2004. بحب مصر بكل حاجة فيها، بجبالها، ببحرها، بناسها، شعبها الجميل جدا، الطيب الحلو قوي. مهما كلمكم أنا قد إيه حابب الوطن هنا والأرض مش هتتخيله. جوايا الحب الكبير والعيش الكبير اللي عندي نحو البلد دي. بحلم كل المصريين يكونوا ايد واحده، محدش لما يشوفني يسالني او حد يسال اي حد يقول له انت مسيحي ولا مسلم، لا ده لازم يقف يتلغي. بالحب هنبني، بالسماحة هنبني، بالسلام هنعيش. ده المواطن المصري.